وعلى الأصل دور. وطالما بندور على الأصل يبقى الأصل بيظهر وقت الخلافات. خلافات وأصل الاتنين مع بعض ده مش عارف الجملة مش لا راكبة قوي فكرة شويكار وفؤاد المهندس ما ده أصل صح دي طبعا حقيقة. دي راكبة 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 الله يعني ده رمضان من غير الخلافات الزوجية حتى ملوش طعم يعني بالظبط أنت عاملة دليل ومش عاملة دليل هي 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 دي مشكلة فعلا احنا بنقول يا جماعة رمضان ورمضان كلنا عندنا مشاكل وإزاي منه بنختلق المشاكل علشان خاطر نطلع الشحنه ان احنا صايمين ومتضايقين ونلاقي حجه عشان خاطر او شماعه بنعلق عليها الكلام ده. خلافات بقى قيسي على كل ده، خلافات في الشغل، خلافات في البيت، خلافات مع زميلي، خلافات في الشارع واحنا سايقين العربيات، عصبيه، خناقات، ده الواحد بيقعد يبص على الناس اللي بتتخانق وقت الصيام ويقول سبحان احنا بنقعد نستغفر مرعب شيء مرعب مرعب إيه, ايه بقى؟ ايه الناس دي بتبقى دماغها فين؟ لا هي ما فيش دماغ، ما احنا لازم نعرف ان هو ما فيش دماغ، ليه؟ انت فاكر الفيلم بتاع انا ما اكلتش رز انا ما اكلتش رز انا ما اكلتش رز لما بنبتدي اليوم انا ما اكلتش رز انا ما اكلتش رز انا ما فيش سجاير انا ما فيش قهوه انا ما في ما هو انا اوريدي برمجت دماغي يا تامر ما هو ده بقى برضو علم نفس برمجت دماغي احنا برمجنا على ان اليوم ان بكره هيبقى يوم كذا لان انا صايم طول النهار فبستدعي كل حاجه السلبيات خد بالك حاجة الناس فاهمنا بنهزر بس دماغنا دي احنا بنعرف نلعب بيها كويس قوي طبعا فلما بحط في دماغي ان بكرة اول يوم صيام فما فيش رغم ان الكلام ده حقيقي قلة السجاير وقلة القهوة برضو بتأثر ولكن لما انا ازود الموضوع ده في دماغي طاقتي كلها خلاص بقى انا بستدعي الكلام ده كله كويس بالظبط ويبقى سبب من الاسباب لضعاف النفوس ان يقولك ادي بقى الفرصة اللي انا ايه اقدر بقى واقول لك على حاجه والله ساعات منهم اسمع من ناس ان هم بيبقوا فاطرين ولكن بيستغلوا ده ان هم يطلعوا بقى منصايم تمام فلو سمحت احنا هنعمل الايتي كل واحد ليه طاقه صح تمام؟ تمام طيب انا اخري في الحته دي يا سيدي انا اخري ان انا اروح الشغل لكن ما اسوقش طب ما اوضب حالي من اول الشهر من قبلها من قبلها بسنه ما انا عارف ان انا اروح مع حد ادي حل يبقى انا ما بفكرش في الحل ليه بقى لا عشان انا عاجبني القصه دي وبعض الاحيان بنبقى الناس بتبقى زي ما انت بتقولي موضبه عشان تتلافى وتتحاشى اي حاجه وبس الظروف ساعات او الرياح بتاتي بما لا نشتهي فبتلاقي نفسك محطوط في موقف وهنا الاصل هو اللي بيبان طبعا لا ما هو الاصل ده بيبان برمضان او من غير رمضان لان البني ادم اللي اصله خليني اقولها بطريقه كده اصله غالي بلاش اصل كبير او اصله غالي البني ادم اللي اصله غالي بيتعفف ويترفع انه صح. يؤذي صح لكن اللي اصله رخيص ما بيجدش نفسه غير بتعلية الصوت وبقلة الأدب صح يعني أنا موافق شابوه موافقك تماما في اللي أنت بتقوليه وملهاش دعوة فعلا برمضان أو غير رمضان ده حقيقي المهم في الأول والآخر نكون عارفين إحنا مين وياريت نواجه نفسنا لأن للأسف إحنا كلنا بنلاقي ألف مبرر ومبرر عشان نقنع نفسنا ده إحنا اللي كان عندنا أصل والغلط من كان من اللي قدامنا طبعا لكن عمرنا ما بنشوف إن إحنا ممكن نكون الأساس في الغلط أو إحنا يمكن اللي وصلنا اللي قدامنا إنه يبقى بالحالة دي علشان ندي لنفسنا المبرر إن إحنا نقول هو اللي مش ابن أصول الله عليك خليك ابن أصول صح طبعا يلا بينا يلا باي باي